إذن نناقش ما يدور في العالم من حولنا، ومعنا رائد خضر وكبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. رائد، أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا. والله يسلمك. يعني سقف الدين الأمريكي كان يشغل الرأي العام كثيرا في الأسابيع والأيام الماضية تحديدا، وإن كانت الأسواق قد تنفست الصعداء قليلا بعد الأنباء عن إيداع هذا الاتفاق إلى منضدة الكونغرس، لكن الآن هناك بعض أيضا بعض المخاوف، يعني في ظل بعض الاحتياجات من الجمهوريين في الداخل على هذا الاتفاق، وانتقادات أيضا من ديمقراطيين أيضا تقدميين. في تقديرك، هل سيكون لذلك تأثير أم أن الاتفاق سيمضي قدما والأسواق مطمئنة؟ لن يكون له تأثير طيب. يعني نحن كنا مقتنعين مسبقا بأن ما يحدث في أروقة الكونغرس سوف يكون عبارة عن تأثير مؤقت، وإن كان يعني أثار الحماس بعض الشيء في الأسواق، ولكن النتيجة المتوقعة لرفع سقف الدين الأمريكي يعني متوقعة لا تزال حتى الآن. ونرى أن هناك أيضا يعني مع تمديد موعد خلينا نقول المشكلة سقف الدين أن تتفاقم إلى عدم السداد، أو أن يكون في عندنا ديفولت، لا إفلاس، لا يوجد في الحكومة أي أموال، تمديدها حتى 5 يونيو يتيح المجال لتمرير الاتفاق من داخل الكونغرس والتصديق عليه، حتى يتم فعليا إن صح التعبير طرح سندات جديدة للحكومة الأمريكية. ورأينا انعكاسات ذلك أيضا على عوائد السندات لكل اللي كانوا تحت 5 سنوات تقريبا إلى 3 سنوات والسنتين، رأينا انخفاض عوائد هذه السندات بشكل واضح، مما يعني يخفف نوعا ما الأزمة، لأنه هي اللي كانت مقياس الخطورة. هذه السندات القصيرة نوعا ما كانت قد وصلت إلى مستويات كبيرة جدا، وطبعا كل السندات على طيف 30 عام، يعني على مدار منحنى عوائد السندات كل العوائد تبعها بدأت بالانخفاض بشكل واضح، وهذا يعطي أريحية أنه يوجد اتفاق، وهذا الاتفاق نوعا ما صلب ومتماسك، وسيكون يعني محطة تنفيذ قبل موعد الاستحقاق في 5 يونيو. نعم رائد، يعني الملفت أيضا لدينا هذا الأسبوع من بعد هذه الأخبار الإيجابية نوعا ما بالنسبة للتوصل لاتفاق حول موضوع سقف الدين، لكن الأبرز لدينا اليوم تسعير الأسواق بالنسبة لمعدلات الفائدة. 60% عم توقعوا يكون في رفع للفائدة ب 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. برأيك أيضا البيانات التي ننتظرها من بيانات القطاع الوظائف القطاع الخاص غير الزراعي، إلى أي مدى قد تحدد المشهد وأيضا توجهات الفيدرالي؟ سالي، إذا نظرنا إلى كل البيانات التي صدرت من موعد الفيدرالي الأخير الذي كان قد تم في يعني في فيها الحديث عن أنه سوف يكون هناك الالتزام بكل اجتماع على حدة، والنظر إلى الأرقام الاقتصادية قبل الخوض في عملية تقييم رفعة جديدة بأسعار الفائدة، أعتقد هذا منذ ذلك الموعد حتى الآن والبيانات تشير إلى إيجابية. القلق الوحيد اللي كان ممكن أنه نوعا ما يهدد قطاع البنوك على وجه التحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، هو كان أنه يكون في عنا أزمة إفلاس للحكومة الأمريكية أو الديفولت بما يتعلق بسقف الدين الأمريكي، وهذا القلق نوعا ما بدأ يتبدد بشكل كبير جدا. إذا نظرنا إلى سوق العمل، فالقراءة الماضية في سوق العمل أظهرت بقراءة أعلى من التوقعات بشكل كبير جدا. معدلات التضخم، عفوا معدلات البطالة مستقرة نسبيا، التوقعات أيضا ب 180 ألف وظيفة بيوم الجمعة تعتبر قراءة إيجابية، يعني ليست بالسلبية، لا تزال القراءات تشير إلى تحسن في سوق العمل. إجمالا البيانات تدعم رفعة جديدة من أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهذا ما كان يميل إليه أكثر الفيدرالي، ولكن كان في عنده قلق من الركود.
الفشل المصرفي وسقف الدين. الآن سقف الدين يعني تم إزاحته كقلق كبير. الركود عفوا الفشل المصرفي ابتعد هذا الشبح بشكل كبير لأنه مرتبط بسقف الدين مؤخرا وبسوق السندات. الآن بقي عندنا مخاوف الركود التي حتى الآن البيانات لا تشير إلى أنه قريبين منها، وإن حدث الركود فسيكون طفيف جدا وسريع الخروج منه. جيد، رأي يعني هاجس رفع سقف الدين يبدو كما ذكرت أنت وتفضلت بأنه يتضاءل وكان واحد من المعطيات أيضا التي تؤثر على النفط. الآن النفط أيضا يتأثر بمخاوف، يعني حتى المكاسب الأخيرة تأثرت بمخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية. حدثنا عن مسارات النفط في ظل هكذا أجواء وارتفاع الدولار. طبعا النفط شفنا كيف عم يتراجع مؤخرا، وطبعا تراجعاته واضحة. أول شيء في عندي قوة بالدولار الأمريكي، ثاني شيء هناك نوع من طيب، هناك شفنا تصريحات متضاربة بعض الشيء. في عندنا دول داخل أوبك بلس تخفي الإنتاج عن مستوياته، السعودية تم التصريح بأنه تخفيضات إضافية. يعني هذا عدم الوضوح بتوجه أوبك بلس في الفترة القادمة نوعا ما بما يتعلق بالمعروض عند مستوياته الحالية المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الطلب الذي لم يصل بعد أو لم يصل بعد إلى المستهدفات أو المتوقعات في الفترة القادمة، عم يشكل ضغط عنا على أسعار النفط. وشفنا النفط عم يضغط أكثر نحو مستويات 72-25 بالنسبة لـ WTI أو خام غرب تكساس، وعند 76 بالنسبة لـ برنت. إجمالاً الضغوط السلبية لا تزال قائمة، لأنه نحن أزحنا من أمامنا الآن كل العوامل الأخرى المؤثرة على حركة النفط. مثل ما تفضلت، توقعات الرفع أسعار الفائدة موجودة، قوة الدولار موجودة، الآن أوبك بلس ومعطياتها هي التي سوف تكون المحرك الأبرز والداعم الأبرز ممكن يكون لأسعار النفط بالعودة إلى ما فوق 75 دولار بالنسبة لـ WTI وقرابة 80 دولار بالنسبة لـ برنت قبل عن الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام. نشكرك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.